أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في كايرو دار. هنستكمل مع بعض موضوع الحلقات اللي احنا بدأناها مع بعض، وهو حاصل الضرب الديكارتي. زي ما شفنا في الفيديو السابق، احنا خدنا ازاي بنجيب حاصل ضرب مجموعتين وعدد عناصرهم، ورجعنا مع بعض بعض العمليات على المجموعات، عرفنا التقاطع والاتحاد والفرق والإكمال. طيب دي كانت مقدمة للفيديو اللي هناخده دلوقتي، وهنستكمل مع بعض الشرح بتاعنا. تعالوا نبص للمثال اللي بيربط لي العمليات على المجموعات مع حاصل الضرب الديكارتي. بيقول لي المثال اللي عندي دلوقتي اللي احنا هنستخدمه، بيقول لي اذا كانت عندي المجموعة اللي اسمها س بتحتوي على العناصر ألف وب، وعندي المجموعة ص بتحتوي على العناصر 2 و4 و6، وعندي مجموعة اسمها عين بتحتوي على العناصر 4 و6 و7. بيقول لي مثل المجموعات س وص وعين بشكل فين، ثم اوجد رقم واحد. بيقول عايز س ضرب ص اتحاد العين، وعايز كمان س ضرب ص اتحاد س ضرب عين. يعني هنا عايز مطلوب رقم واحد ومطلوب رقم اتنين. طيب نشوف الاول المطلوب الاولاني ونكمل بعد كده المطلوب الثاني. انا عندي هنا س فيها العناصر الف وب، ص فيها العناصر 2 و4 و6، عين فيها العناصر 4 و6 و7. وخلي بالك معايا، هو اول حاجه بيقول لي مثل المجموعات س وص وعين بشكل فين. اول حاجه عشان امثل ثلاث مجموعات عندي لابد ان انا اتاكد ان في تقاطع بين الثلاث مجموعات مع بعض ولا لا، يعني في عنصر مشترك بين السين والصاد والعين ولا لا. السين فيها ألف وب، الصاد فيها 2 و4 و6، العين فيها 4 و6 و7، يبقى ما فيش عناصر مشتركة بين السين والصاد والعين مع بعض في نفس الوقت. يبقى في الحالة ديت أجا بص لقيت إن بين الصاد والعين في عناصر مشتركة اللي هي الأربعة والستة. عليه لما أجي أرسم، أنا دلوقتي لما هاجي أرسم هرسم إيه؟ هرسم مجموعتين اللي هي الصاد مع العين، ادي الصاد والعين، يبقى هقول هنا الصاد وهنا العين، وهرسم المجموعه س لوحدها. المجموعه س فيها العنصرين الف وب، ادي العنصرين بتوع الالف والب. اما المجموعه صاد ففيها عناصر مشتركه، العناصر المشتركه بينهم اللي هي الاربعه والسته، يبقى هكتب الاربعه والستة، دي العناصر المشتركة بين السين والصاد أو بين الصاد والعين. ونكتب بقية العناصر، هنا هنكتب الاثنين وفي العين هنكتب السبعة. يبقى أنا كده مثلت عناصر السين والصاد والعين. باقي دلوقتي إن أنا أجيب له المطلوب الأولاني اللي هو طالبه مني. هو طالب مني سين ضرب صاد اتحاد العين. وخلي بالك من المطلوب ده والمطلوب الجزء الثاني من السؤال. س ضرب ص اتحاد العين، يبقى في هذه الحاله لابد ان انا اكتب عناصر الس اهي الف وب، دي عناصر الس. طب بيقول لي ص اتحاد العين، وده اللي احنا راجعناه مع بعض في الفيديو السابق. ص اتحاد العين بنعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا بقول ان ص اتحاد العين عباره عن ايه؟ خلي بالك من نكتب هنا علامه الضرب. الاتحاد بتاعنا جميع العناصر التي تنتمي الى المجموعه ص او تنتمي الى المجموعه عين، يعني جميع عناصر الص اللي هي الاثنين الاربعه السته، وعناصر العين والسبعه
طبعا عناصر العين 4 و6 و7، بس ال 4 و6 كتبناهم قبل كده فمش هنكتبهم تاني. يبقى دلوقتي انا كتبت عناصر السين وعناصر الصاد ضرب العين. باقي اللي عليا دلوقتي ان انا اعمله ان انا اعمل حاصل الضرب الديكارتي بين المجموعتين دول. سهل جدا دلوقتي بالنسبه لنا الكلام ده، يبقى الناتج هيساوي مجموعه الازواج المرتبه المسقط الاول من المجموعه الاولى، يبقى هاخد الالف مره مع الاثنين الف واربعه الف وسته الف وسبعه. نكمل ناخد الب، يبقى هاخد الب مع الاثنين والب مع الاربعه والب مع السته والب مع السبعه، ويبقى كده انا جبت المجموعة س ضرب ص اتحاد العين. طيب بنفس الطريقة دلوقتي هو كان طالب مني جزء تاني في السؤال، هنشوف السؤال دوت. هو بيقول لي عايز ايه؟ عايز س، هو طالب الجزء التاني في السؤال، س ضرب ص اتحاد س ضرب عين. طيب س ضرب ص اتحاد س ضرب عين، يبقى لابد الاول ان انا اجيب له س ضرب ص الاول لوحده واجيب له س ضرب عين لوحده وبعدين اجيب الاتحاد بينهم. يبقى الاول نجيب س ضرب ص، يبقى هقول له س ضرب ص هيساوي مجموعة الازواج المرتبة، ببدأ بالسين، يبقى الالف مع عناصر الصاد، يبقى الالف مع الاثنين الالف مع الاربعة الالف مع السبعة. الالف اكتبها هنا احسن، الالف مع السبعة، وهاخد الب، الب مع الاثنين والب مع الاربعة والب مع السبعة. يبقى انا كده جبت س ضرب ص. طيب عايز دلوقتي اجيب س ضرب عين. نكمل، هجيب س ضرب عين، س ضرب عين هيساوي ايه؟ زي ما شفنا قبل كده اهي، نبص كده مع بعض، عناصر السين فيها ايه؟ الف وب، عين فيها اربعة وستة وسبعة، يبقى س ضرب عين هبدأ بعناصر السين، يبقى هاخد الالف مرة مع الاربعة ومرة مع الستة ومرة مع السبعة. يبقى هنا هناخد الالف مرة مع الاربعة والالف مرة مع الستة والالف مع السبعة. بنفس الطريقة هناخد الب وهي العنصر الثاني في السين، الب مع الاربعة الب مع الستة والب مع السبعة. وخلي بالك كده دلوقتي انا جبت س اتحاد العين. طيب هو طالب مني ان انا اجيب، بص كده، س ضرب ص، يبقى هكتب كل العناصر دي اللي هي الف مع الاثنين الف مع الاربعه الف مع السبعه ب مع الاثنين ب مع الاربعه ب مع السبعه. نكتب العناصر دي الاول وبعدين نكمل. يبقى هنقول، يبقى اذا س ضرب ص اتحاد س ضرب عين، يبقى هكتب العناصر الدائية بتاعتي الأول اللي هي س ضرب ص هتساوي ألف مع الاثنين ألف مع الأربعة ألف مع الستة وألف مع السبعة، وهاخد الب مع الاثنين والب مع الاربعة والب مع الستة والب مع السبعة. لو انت جيت بصيت معايا في اللوحة اللي فاتت، بص كده معايا، ادي هو طالب منك س ضرب ص اتحاد س ضرب عين. جبنا س
ضرب صاد الاول وبعدين جبنا س ضرب عين وطلعنا الناتج وجبنا الاتحاد بينهم. طب بص كده الناتج اللي طلعناه قبل كده والناتج الاولاني دوت، هنا الالف اللي هو س ضرب صاد اتحاد العين، الف و2 الف و4 الف و6 الف و7، ب و2 ب و4 ب و6 ب و7. لو انت جيت بصيت هنا اهوت ادي س ضرب صاد اتحاد س ضرب عين، الف مع ال2 الف مع ال4 الف مع ال6 الف مع ال7، ب مع ال2 ب مع ال4 ب مع ال6 ب مع ال7. يبقى انا دلوقتي بستنتج حاجة مهمة جدا، تخلي بالك من الحاجة المهمة دي اللي احنا بنقول عليها، ان انا بستنتج ان س ضرب ص اتحاد العين ده بيساوي ايه؟ بيساوي، خلي بالك، بيساوي س، بيساوي س ضرب ص اتحاد س ضرب العين. يعني كأني وزعت ضرب هنا مرة على الصاد ومرة على العين وبينهم عملية الاتحاد. يبقى ايه ده؟ دي ملخص الحاجة اللي احنا خدناها. ونيجي بقى للمطلوب الثاني في السؤال. هو كان طالب مني في السؤال دلوقتي تكملة لنفس السؤال، عايز س ضرب ص تقاطع العين، س ضرب ص تقاطع العين، وبرضه بيقول لي عايز كمان س ضرب ص تقاطع س ضرب العين. يبقى أول حاجة هنجيب له المطلوب الأولاني وده المطلوب الثاني. يبقى أول حاجة هجيب له هقول له س ضرب ص تقاطع العين. طيب عناصر السين كنا قلنا فيها ايه؟ قلنا فيها الف وب، يبقى دي عناصر السين بتاعتي. طيب ص تقاطع عين، بص كده معايا على الرسم عشان تبقى شايف، ص تقاطع العين، ص تقاطع العين فيها كام وكام؟ الاربعه والسته. يبقى على طول دلوقتي هنقول له ان انا هجيب دلوقتي التقاطع، التقاطع هنا اهو، يبقى ضرب ص تقاطع العين يبقى اربعه وسته. يبقى على طول هنا نقدر نعمل عملية الضرب. يبقى هقول الألف مرة مع الأربعة والستة، يبقى مجموعة الأزواج المرتبة ألف مع الأربعة، ألف مع الستة، ب مع الأربعة، وب مع الستة. ويبقى ده كده جبت س ضرب ص تقاطع العين. وأعتقد إن أنتوا دلوقتي استنتجتوا إن بنفس الطريقة لو أنت جينا بصينا هنا أهوت س ضرب ص تقاطع العين وس ضرب ص تقاطع الس ضرب العين، هنجيبها برضو بنفس الطريقه ونشوف هنجيبها ازاي. بص كده معايا، هنيجي دلوقتي نجيب س الاول ضرب ص، س ضرب ص هتساوي ايه؟ عناصر السين فيها الف وب، عناصر الصاد فيها 2 و4 وستة. طيب نبدأ نجيب عملية الضرب بينهم، الضرب الديكارتي. يبقى الألف هاخدها مع الاتنين، والألف مع الأربعة، والألف مع الستة، وهاخد الب مع الاتنين، والب مع الأربعة، والب مع الستة. ويبقى أنا كده جبت س ضرب ص. أجيب دلوقتي س ضرب عين، وده هيساوي عناصر السين الألف والب، عناصر العين الأربعة والستة والسبعة. يبقى ده هنقول بيساوي ألف مع الأربعة، ألف مع ستة، ألف مع سبعة، ب مع الأربعة، وب مع ستة، والب مع السبعة. طيب يبقى جبنا س ضرب ص وس ضرب عين. لو جينا بصينا عشان نجيب التقاطع بينهم، بص كده معايا اللي احنا هنجيبها دلوقتي اللي هي س ضرب ص تقاطع العين، نجيب التقاطع بينهم. بص كده هنا ألف وأربعة وهنا ألف وأربعة، هنا ألف وستة،
هنا ألف وستة، هنا ب وأربعة، وهنا ب وأربعة، هنا ب وستة، هنا ب وستة. يبقى إذا أنا دلوقتي جبت التقاطع بينهم. لو أنت جيت بصينا، بص كده، س ضرب ص تقاطعين، أ وأربعة أ وستة، ب وأربعة ب وستة، وهم دولت اللي إحنا حاطين تحتيهم خط. يبقى إذا بستنتج دلوقتي إن أنا عندي أقدر أجيب دلوقتي إن س ضرب ص تقاطع العين هي نفسها، وخلي بالك من الحته ديت، هي نفسها س ضرب ص تقاطع س ضرب عين. ولو جينا بصينا لقيناها نفس الناتج، يعني وزعنا عملية الضرب على التقاطع، خدنا السين مرة مع المجموعة الأولى وخدنا السين مع المجموعة الثانية وجبنا عملية الضرب وبعدين جبنا التقاطع بين المجموعتين. زي ما شفنا في الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي أو في اللي احنا تطرقنا ليه وشرحناه، عرفنا ازاي ان احنا بنوزع عملية الضرب في عملية الاتحاد. خدنا سين ضرب ص اتحاد العين، فخدنا س مره ضرب ص اتحاد، خدنا بعد كده س مع العين ولقيناها نفس الناتج. يعني لو هو كان طلب منك السؤال بصفه عامه بالشكل الكبير دوت، انت كنت ممكن تختزلها وتكتبها بالطريقه المصغره دي. وخدنا برضو بنفس الطريقه س ضرب ص تقاطع العين، فبنعمل ايه؟ ممكن نوزع عمليه الضرب على عمليه التقاطع. يعني اخد الس ضرب الص اجيبها الاول واحده، وبعدين اجيب السين ضرب العين، وبعدين اجيب التقاطع بينهم وبين بعض. يبقى في الحالتين النتيجتين زي بعض بالظبط، ويبقى استنتجنا ان سين ضرب الصاد اتحاد العين ده بيساوي سين ضرب الصاد اتحاد السين ضرب العين. وبنفس الطريقه سين ضرب الصاد تقاطع العين ده بيساوي سين ضرب الصاد تقاطع السين ضرب العين. بشكركم وألتقي فيكم في الحلقة القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.